السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 35 35 من كتاب المدرسة 2023، سمبل تيست نمبر 6. listen and circle، يعني استمع إلى معلمك وضع دائرة. السؤال طبعا نمبر 1 في نص الاستماع، where were you yesterday afternoon، يعني أين كنت بعد ظهر أمس؟ فطبعا قال له I was in the zoo. طبعا الإجابة اللي أنا سمعتها هي عندي B. نمبر 2 السؤال بيقول لي do you like animals، do you like animals؟ قال له no I don't، يبقى الإجابة اللي أنا سمعتها عندي في نمبر 2 A. نمبر 3 السؤال بيقول عندي when did you travel to Paris، when did you travel to Paris، متى تسافر إلى باريس؟ قالوا last year، العام الماضي، بس السؤال اللي أنا سمعته عندي B. Number 4 السؤال بيقول لي what kind of pie do you like to have، what kind of pie do you like to، طبعا have يعني ما نوع الفطيرة تحب تتناولها، أو أي نوع من الفطائر تحب أن تتناولها، أو الفطيرة تحب أن تتناولها. قال له an apple pie، فطير التفاح. please، يبقى السؤال اللي أنا سمعته what kind هو عندي A. number 2 بيقول لي طبعا listen and complete، استمع وأكمل. محادثة عندي between منى وأمنية. بقول لي طبعا منى بتقول لأمنية do you go to the pyramids، أمنية هل أنت ذهبتي أو إلى الأهرامات، أمنية. فأمنية قالت لها yes، طبعا السؤال بديدي يبقى yes I did. بعد كده السؤال هنا منى قالت how did you go there، يعني كيف ذهبت هناك، كيف ذهبت هناك. فقالت لها I went there by car، رحت هناك بواسطة طبعا ايه السيارة. يبقى هنا number 2 went، يبقى ذهبت بواسطة السيارة by car. أمنية قالت لها who did you go with، مع من ذهبتين، مع من تذهبين. يبقى هو من للعقل نمبر 3. نمبر آخر حاجة أمنية I went with my friends، أنا طبعا ذهبت مع عائلتي أو أصدقائي. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 طبعا عندي هنا السؤال number 1 I was space the car when the panda walked by، طبعا ده ماضي مستمر. الجزء الأولاني على طول الفاعل was aware والverb plus ing، يبقى محتاج على طول washing، على طول رايح نفسي، يبقى أنا هاخد إيه washing، أنا كنت بغسل السيارة لما. بعد كده الفاعل والتصريف الثاني، الفعل ده ماضي بسيط ماضي مستمر، الناحية الثانية طبعا ماضي بسيط، وهنا على طول بيجي بعد منها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر، حدث مستمر وعندما قطعه حدث آخر. بعد كده عندي طبعا بيقول لي number 2 عفاف was in Hong Kong، كانت في هونج كونج space طبعا a week، دي مدة زمنية اللي تيجي طبعا قبل المدة الزمنية هي اللي فور، الإجابة الصحيحة يبقى فور a week لمدة أسبوع. number 3 how space were you in London Luxor، يعني عايز كام المدة اللي أنت أقمتها في الأقصر، يبقى how long كام المدة، الإجابة الصحيحة. number 4 the tiger runs، أنا بعد الفعل على طول محتاج إن أنا محتاج حال، طبعا النمر بيجري طبعا quickly بسرعة، الإجابة الصحيحة quietly بهدوء، loudly بصوت عالي، slowly ببطء، يبقى الإجابة الصحيحة quickly. هنا بوصف طبعا الجري، بوصف الفعل طبعا، ما بوصفش الاسم، الصفة تصف الاسم لكن الحال بيصف الفعل. number 5 I could، الفاعل could والفعل في المصدر، يبقى blue، بنعمل ايه للفقاعات، بننفخ الفقاعات، blue يعني ايه ننفخ، give يعطي، cut يقص، build يبني. when I was little، عندما كنت صغيرة في السن. بعد كده عندي number 6 do you fly a plane by space، هل انت تقود الطائرة، اكيد بنفسك، كلمة بنفسك اللي هي yourself ده ضمير منعكس على you، itself بنفسه او بنفسها لغير العاقل غير الانسان، himself بنفسه، myself بنفسي،
الإجابة الصحيحة عندي yourself. Number she number عذرا number 7 she was tired. هي كانت متعبة. She was taking a space. هي كانت بتاخد match prize homework واجب منزلي. جائزة ولا match ولا أناب قيلولة أو غفوة. يبقى هي كانت متعبة أو مرهقة. She was taking a nap. هي كانت تأخذ غفوة أو قيلولة. يبقى هنا أناب الإجابة الصحيحة. Number 8 space where you going yesterday evening. أميرة بعدت لها to the market. ده مكان طبعا أنا محتاج أسأل عن المكان على طول. Where بعد استفهام where معناها أين للمكان. يعني أين ستذهبين مساء أمس؟ يا أميرة قالت لها to the market إلى السوق. ده مكان محتاج على طول أداة استفهام تدل على المكان where أين للمكان. whose معناها ملك من ويأتي بعد منها الشيء المملوك ودي طبعا خطأ. what ما أو ماذا معناها طبعا للسؤال عن السبب. when معناها متى طبعا السؤال عن الزمان. عذرا طبعا إني مرهق شوي. Number 4 circle the odd word. Odd word اللي هي الكلمة المختلفة and و then ثم replace it واستبدلها with a correct one بواحدة صحيحة. عندي طبعا number 1 عندي slow بطيء quick سريع وعندي sad حزين. كل دول صفات أنا محتاج على طول صفة زيهم. كل دول وعندي happily عذرا happily دي طبعا ده حال أنا محتاج منها الصفة اللي هي happy. Number 2 January. عندي هنا Monday وعندي March April كل دول شهور السنة. كلمة مختلفة Monday ده طبعا يوم من أيام الأسبوع. عندي مكان جون أو جولاي. Number 3 which when where كل دول أدوات استفهام طبعا الكلمة المختلفة عندي do. نجيب مكانها عندي هنا how أو why لماذا مفيش مشكلة خالص. محتاج أداة استفهام إن ده طبعا فعل مساعد. Number 4 woman امرأة man رجل وهنا girl بنت. كلمة مختلفة عندي big كلمة كانها boy boy يعني ولد. Number 5 himself herself itself كل دول ضمائر منعكسة. هنا your طبعا ما ينفعش كلمة مختلفة يبقى هنا هنجيب منها الضمير المنعكس بتاعها yourself بنفسك أو طبعا هنا yourselves بأنفسكم. بس yourself تمشي طبعا عشان ده himself herself himself بنفسه herself بنفسها itself بنفسه أو بنفسها الغير العاقل yourself بنفسك. عندي طبعا بيج 36 read the passage and answer the question يعني اقرأ الفقرة واجب عن الأسئلة. طبعا بيقول لي طبعا الفقرة عندي هنا هنا dear سماح يعني عزيزتي سماح. when you moved away لما انتقلت بعيدا I was sad أنا كنت حزين. I miss you very much أنا بفتقدك جدا. do you miss me هل تفتقديني. lost Sunday الأحد الماضي. I went to our old friend Heba's house for dinner أنا رحت طبعا أو ذهبت إلى منزل طبعا صديقتنا القديمة منزل صديقتنا القديمة هبة for dinner للعشاء. She showed me some old photos of our kindergarten class يعني هي طبعا أو وضحت لي أو بينت لي أو ورتني بعض الصور القديمة لفصل الحضانة أو روضة الأطفال الخاصة بنا. She reminded يعني ذكرتني reminded me of some interesting actions بأحداث شيقة ممتعة. we could احنا استطعنا do القيام when we were little لما كنا صغيرين. do you remember هل تتذكرين what you could ماذا استطعت ما استطعت ان تفعله when you were little عندما كنت صغيرة. قلت لها you could انت طبعا you could build huge sandy castle كنت بتقدري تبني huge يعني huge sandy castle يعني قلاع ضخمة من الرمال. كمان remember هل تتذكرين
Do you like New York? هل تحبين نيو يورك؟ Are you making a lot of friends? هل كونت الكثير من الصداقات؟ Your friend أسماء، صديقتك أسماء. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, Hiba showed أسماء some old space. يعني هبة عندنا هنا وضحت أو بيّنت لأسماء بعض الصور، طبعا اللي هي photos, birds, to your clothes, ملابس, box طبعا كتب، دي كتب، clothes ملابس، birds to your photos اللي هي طبعا صور. Space could build your sand castle. مين اللي طبعا بتقدر طبعا ان هي كانت بتقول لها انت تتذكرين ان انت كنت بتقدري استطعتي او كان يمكنك القيام ببناء القلاع الضخمة من الرمال، يبقى سماح، سماح could build your sand castle. بعد كده عندي answer this question، يعني أجب هذه طبعا على هذه الأسئلة. Number three, where does سماح live؟ طبعا she lived in New York، كان بتعيش في نيويورك. طبعا في آخر السطر بتقول هل أنت بتحب نيويورك؟ هل كونت لسكان الكثير من الصداقات؟ يبقى إذا هي كانت في نيويورك، she lived in New York. Number four, what did أسماء do؟ ماذا طبعا فعلت أسماء؟ Lost Sunday الأحد الماضي، طبعا هي ذهبت لمين؟ لصديقتها هبة. She went to Hebe's house for dinner. ذهبت إلى منزل هبة for dinner للعشاء. بقى اللي هي طبعا السطر الثاني، يبقى حضرتك تقول لها I went to our old friends friend Heba's house for dinner. طبعا السطر الثاني ده إجابة، طبعا إجابة نمبر 4. عندي هنا الباراجراف بيتكلم، عندي نمبر 6، write a paragraph of 7 sentences about a visit to the zoo، زيارة إلى حديقة الحيوان. أبدأ طبعا أسيب مسافة تعادل كلمة، ونبدأ الجملة بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة نضع طبعا فول ستوب. هبدأ أتكلم عن طبعا حديقة الحيوان أو زيارتي لحديقة الحيوان. أقول مثلا وليكن أبدأ أقول I visit، مثلا أنا زرت حديقة الحيوانات. I visit Giza Zoo مثلا. I visit Giza Zoo، أنا ذهبت إلى حديقة حيوان الجيزة. مثلا رحت مع وليكن عيلتي، with my family، with my family، رحت مع مين؟ مع عيلتي. كمان أنا بقول مثلا هنقول ان احنا ممكن نقول I saw، شفت حيوانات كتير، يبقى خلينا نتكلم مثلا في الماضي، خلي دي طبعا visited، عذرا I visited Giza Zoo، انا زرت طبعا حديقة حيوان الجيزة with my family. اقول مثلا وليكن I saw، انا شفت، اتكلم في الماضي بقى، I saw، انا رأيته a lot of animals، انا شفت الكثير من الايه، من الحيوانات there هناك. يبقى انا تاني من الاول، يبقى اقول I visited، احط ايدي اتكلم في الماضي، او ممكن اقول yesterday مثلا انا زرت حديقة الحيوان الجيزة. I visited Giza Zoo with my family. I saw a lot of animals، أنا طبعا شو رأيت الكثير من الحيوانات. كمان أقول أنا شفت مثلا، وأتكلم الحاجات اللي أنا شفتها، أقول I saw، رأيت التصريف الثاني بتاع سي، monkeys، قرود بتأكل مثلا، eating bananas،
كمان my sister او اي حد من اخواتي بقى. my sister اختي، هقول مثلا my sister اختي، my sister rode ركبت وليكن rode، التصريف الثاني بتاع ride، the elephant the elephant الفيل، ركبت الفيل. كمان اقول اخويا مثلا يبقى my brother اخي، ده الفاعل. تعال اجيب التصريف الثاني الفعل من see saw، شاف طبعا. my brother saw. اي حاجة من الحيوانات اقول مثلا وليكن lion، my brother saw the lion، my brother saw مثلا وليكن عندي the lion الاسد، شاف الاسد. ابدا اقول تاني، اقول طبعا my brother saw the lion، شاف الاسد. كمان ممكن اقول انا شفت حاجة برضو، ايه تاني، انا راح اتكلم عن نفسي يبقى I saw the giraffe، انا شفت طبعا الايه الزرافة. ممكن اقول كمان انا شفت كمان ايضا الجمل، او ممكن نقول وي احنا نتكلم عننا كلنا يبقى وي سو فاني مونكيز، واحنا كلنا شفنا القرود الايه المضحكة. كمان ممكن نقول الزرافة أطول من أي حد، أي حيوان يعني. ممكن أقول الزرافة، ممكن أكمل في ورقة برضو مفيش مشكلة. أقول مثلا وليكن كمان هنقول ذا جيراف، الزرافة. الزرافة مثلا is بتكون taller، صفة زائد er زائد than، taller than أطول من مثلا وليكن the deer اللي هو مين الايه الغزال. كمان أبدأ أقول مثلا وليكن الفيل the elephant، the elephant الفيل. كان مثلا كان في الماضي يبقى was، كان لطيف يبقى nice. ممكن نقول مثلا شوفنا الفيل كان جميل. I أتكلم عن نفسي أنا برضو، I liked، أنا أحببت أو لقد أحببت الفيل. إيه تعود على الفيل؟ I like it، I liked it، انا احببت الفيل very much جدا. كمان ابدا اقول ممكن اقول مثلا ان احنا قضينا وقت لطيف هناك مفيش مشكلة برضو، يبقى نقول it was a nice day or we were very happy. it was، لقد كان، was a nice day، كان يوم لطيف. we were very happy، كنا سعداء جدا. يبقى انا كده كتبت كلمات كتيرة، ابدأ برضو ان شاء الله تاخدوا برضو الجمل البسيطة السهلة وتكتبوها. بعد كده عندي rearrange the following words to make correct sentences، يعني طبعا رتب الكلمات التالية لتكون جمل صحيحة. ابدأ طبعا عن كون جمل، اتبع قواعد الترتيب. أول حاجة أبدأ بالفعل، الفعل عندي my mom، my mom أمي، عندي طبعا هنا want هي طبعا will won't، يبقى my mom won't let me، يعني ماما لن تدعني أو لن تتركني. my mom won't let me، لن تتركني إن أنا أعمل إيه
واتش تي في ان انا اشاهد التلفزيون، يبقى هنا واتش تي في. My mom won't let me watch TV or watch TV. Number two. أبدأ طبعا بسأل بفعل مساعد، تابع القواعد، did والفاعل، did you، did والفاعل، والفعل في المصدر عندي watch، did you watch، هل أنت بتشاهد؟ إيه بعد كده عندي the football match، the فوت عذرا فوت بول ماتش مباراة كرة القدم. Do you watch the football match مثلا؟ فاضل آخر حاجة عندي last night، الليلة الماضي، last night، الليلة ايه الماضي. يبقى عندي did you watch، هل انت بتشاهد، the football match last night، هل شاهدت مباراة كرة القدم last night الليلة الماضية. بعد كده عندي punctuate the following sentences يعني علامات الترقيم. اول حاجة عندي ال W capital، اول حاجة ال W دي capital، وبتاعت طبعا ال A بتاعت علي، والابوستروفي طبعا بتاعت أليس. يبقى عندي W والA بتاعت علي والابوستروفي بتاعت الS بتاعت علي، ماشي، الابوستروفي S. وبعد كده عندي يقول لي بعد كلمة، قبل كلمة little في هنا فاصلة. he could، معلش، بعد little فاصلة طبعا كومة سفلية. يبقى هنا ال W وال A والأبوستروفي وهنا الفاصلة. بعد كده هي كما سفلي يعني he could blow a bubble when Al's brother was little، لما كان صغير. he could استطاع blow a bubble ان هو ينفخ فقاعات. ونبقى عندي هنا question mark عشان ده سؤال ب when معناها لما او عندما. بعد كده عندي T capital، ال E بتاعت Egyptian، ال M بتاعت Museum، بعد كده ال apostrophe بتاعت isn't عشان عندي isn't هنا، ونحط نقطة طبعا اللي هي في الستوب. طبعا هو في الامتحان ما بيجيبلكش طبعا كل الكلام ده، بيجيبلكش 5 علامات ترقيم، هي علامتين فقط داخل الامتحان فقط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو كان عجب حضراتكم، إلى لقاء فيديو آخر بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.